السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناة بيل فام أو فوايي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك اللي ما غاديش تندموا عليه، فتابعوا معايا مراحل التحضير. الوغ بالنسبة للمقادير، غادي نحتاجو كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، زوج ديال البيضات، الدقيق غادي يكون حسب الخليط، زوج خمارات كيماويات، فاني ولا نورمالمون انا مولفه كندير القشره ديال الحامض، مي دابا انا ما متواجداش عندي، غادي ندير غير الفاني واللوز افيلي. مش بالضروره، المهم بعض المرات كندير حتى الزنجلان، المهم يا اما اللوز افيلي يا اما الزنجلان و كونفيتور. دونك غادي تشوفوا طريقه التحضير. دونك غادي ناخذ السنيدة، وغادي نطربوه مزيان. دونك من الاحسن انا غادي نستعمل خلاط كهربائي باش هكذا يتخلط ليا هادشي مزيان. دابا ملي ضفت الزيت غادي نضيف الفاني، دابا غادي نكمل غير بالطراب اليدوي، غادي ندير شويه ديال الدقيق وغادي نزيد عليه الخميره. غادي نبدا نطرب. دونك دابا غادي كما قلت لكم غادي نزيد الدقيق حتى تجمع ليا. كما قلت لكم هي راه ما كتجيش بحال العجينه ديال الكيك، كتجي بحال العجينه ديال الصابلي. نبقى هكذا حتى نجمعها. دونك هي العجينه كيفاش كتجي بحال العجينه ديال الصابلي، والمول ضروري يكون دائري. انا دهنته بالزيت والزبده ورشيت عليه شويه ديال الدقيق. دونك دابا غادي هاد العجينه غادي نقسموها على جوج بحال هكذا، وغادي نحاولوا اننا نسرحوها على المول. دونك غادي ندير غادي نحاولوا نسرحوها غير شويه هكذا. دونك كما شفتوا انا حاولت انني نوزعها كاملها على المول. الطبقه التحتانيه كتكون فيها الكميه اكبر، يعني الا قسمته
اديرو تخليو غير شويه الفوق وتضغطوا تبقاو تزيدوا هكا من الجناب. دونك هنا فين غادي نحتاج لا كونفيتور، من الاحسن ديرو ديال الفخاز واللي كيجي احسن. دونك انا غادي نحاول نوزع الكونفيتور. انا عندي هذا اللي في اطرافي. دونك ها هو وزلتو ديجا، غادي مع السخونيه غادي يزيد يدع، وغادي ندير هاد اللوز افيلي. دونك الفوق المرحله الثانيه هو غادي ناخذ هاد العجينة اللي بقى كينا، وغادي نحاولو نحكوها في الحكاكة. معرفتش كيبان، غادي نحاولو نحكوها في الحكاكة، وهي اللي غادي نوزعوها على الحلوى هكذا من الفوق. دونك هي راه يمكن لكم ديروها نيشان هكذا، غير هكذا باش يجيكم زعما ما تجيكم صعيبه تقدو عليها. دونك غادي نحاول ندير غير بحال هكا احسن. صافي هكا غادي نبقى حتى نكمل العجينه ديالي، ونحاول يعني نوزعها على الفوق كامل يتغطى. هاو البنات، دونك دابا كملتو، غادي ندخلو الفران حتى نوريكم الشكل النهائي. فوالا، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. انا دهنتو شويه بالعسل باش يجيني شويه بغيونط، يمكن لكم دهنوه حتى بلا كونفيتور. كنتمنى انكم تجربوه حيت فريمون تيجي لذيذ وما كياخذش الوقت في التحضير، وشفتو يعني مقاديره بسيطه ومغاير على لي كيك اللي كنشوفو دائما. انا حاولت نقطعو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. كنتمنى انكم تجربوه وتجاوبوني في لي كومونتير. بسلام عليكم، تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله.